فخطب آمنة لولده عبد الله، وهي يومئذ أفضل امرأة في الدنيا في الحسب والحسن والرفعة والجاه، فتزوجها وبنى بها، فحملت به عليه السلام ولم تحمل بسواه من أنام، وظهرت لحمله عجائب ولوضعه غرائب، ونودي تلك الليلة في السماء وصفاحها والأرض وبقاعها، ألا إن النور المكنون قد استقر في بطن آمنة المصور، وتبقى الرحمن بالوقار، وتذرع كرسيه في الفخار، والجنان تزخرفت، والحور من القصور أشرفت، ونودي يا رضوان افتح أبواب الجنان، ويا مالك أغلق أبواب النعم. فلم تبق دابة إلا نطقت تلك الليلة وقالت: حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة، وهو إمام الدنيا وسراج أهلها، ولم تبق دار بالمدينة إلا أشرقت، ولا ناحية إلا دخلها النور وابتهجت، وفرت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات، وكذلك أهل البحار صار يبشر بعضهم بعضا بظهور خير الأرض والسماوات. وكانت قريش في جذب شديد وضيق عظيم مديد، فخضرت الأرض طولها والعرض، وأتاهم الخير الكثير، وعمهم الرفد الغزير، وسميت تلك السنة سنة الفتح والابتهاج لكونها حمل فيها بصاحب اللواء ابتهاج. وأتى آمنة آت في المنام وقال لها: أشعرت بأنك حملت بسيد الأنام؟ ثم أمهلها حتى دانت ولادتها، وقال لها: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم إذا ورثه ممجدا فسميه محمدا. شرف الوجود بمولد المختار ورسول معظم بالغار. ذكر أبو سعد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى، ورواه عنه الحفاظ عن كعب الأحبار، ورواه أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت آمنة تحدث وتقول: أتاني آت حين مر بي من حملي ستة أشهر في المنام، وقال لي: يا آمنة، إنك قد حملت بخير العالمين، فإذا ولدته فسميه محمدا واكتمي شأنك. قالت: ثم أخذني ما يأخذ النساء تعني من الطلق الذي هو وجع الولادة، ولم يعلم بي أحد لا ذكر ولا أنثى، وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه، وسمعت الوجبة أي هدة عظيمة وأمر عظيم هالني، ثم رأيت كأن جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي، فذهب عنا الرعب وكل وجع نجده، ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء ظننتها لبنا، وكنت عطشا فشربتها فإذا هي أحلى من العسل، وأصابني نور عال أي عظيم، ثم رأيت نسوة كالنخل طوالا كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن به، فبينما أنا أتعجب وأقول: وغوثة من أين على النبي؟ قال: في غير هذه الرواية. فقلنا لي: نحن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وهؤلاء من حور العين، واشتد بالأمر، وإني لأسمع الوجبة في كل ساعة عظم وأهول مما تقدم. فبينما أنا كذلك إذا بتيباج أبيض قد مد من السماء والأرض، وإذا بقائل يقول ذا، يعني إذا ولد عن عين الناس. قالت: ورأيت رجال وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة، ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد أقبلت حتى غطت حجرتي، مناقرها من الزمرد
وأجنحتها من الياقوت، فكشف الله عن بصري، فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة، فأخذني المخاض فوضعت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم.